واستلام بنادي كاظمة بالعدلية لمشاهدة نهائي كاس الاتحاد للشباب بين نادي الكويت بطل الثنائية دوري الشباب والبطولة التشريطية والنادي العربي ثالث دوري الشباب وأحد أضلاع المربع الذهبي في البطولة التشريطية واللي خرج منها بالدور قبل النهائي على يد أبناء العميد الكويتاوي وبنتيجة كبيرة 5-1. بالتالي هي فرصة للعرباوية، فرصة ما تتعوض لرد الاعتبار في آخر اختبار في الموسم. فريق نادي العربي ونادي الكويت إذن هو عنوان اللقاء النهائي. فريق شباب العميد اللي ظهر أمامنا وصل للنهائي بجدارة واستحقاق باكتساح الشباك الجهرة في القبل نهائي بنتيجة 5-0، وفي الدور الثمانية هزم السفير الكظماوي برقم قياسي في المسابقة هذا الموسم بنتيجة 6-0، وفي الدور التمهيدي انطلق كالسهم المشتعل بفوزه 5-1 على التضامن. معناته نادي الكويت ما وصل للنهائي إلا وهو مسجل 16 هدف في 3 مباريات، وما دخل شباكه إلا هدف وحيد سجل فريق التضامن في مرمى عبدالله عباس حارس مرمى الكويت في تلك المباراة. بينما الأخضر وصل للنهائي بعد فوزه في الديربي على القادسية بثلاثية خالية من الرد سجلها عمر عبدالله ومحمد هاني وعلي عزيز، وقبلها عبر جسر الفحيحيل بخماسية نظيفة بربع النهائي. وفي الدور التمهيدي استهله بالنصر على النصر بنتيجة 2-1. العرباوية أيها الأحبة يدخلون المباراة على أمل أن تكون الثالثة ثابتة بعد أن واجهوا شباب العميد مرتين في هذا الموسم، خسر الأولى بنتيجة كبيرة 5-1 في قبل نهائي البطولة التنشيطية، وخسر الثانية 2-1 بالدوري. يقود هذا اللقاء طاقم تحكيمي بقيادة اللي ظهر أمامنا عبد الله الكندري حكم دولي مواليد 92، استلم الشارة الدولية في عام 2019 آخر مباراة دولية كان ممثل للكرة الكويتية في لقاء الأردن والإمارات في نصف نهائي بطولة غرب آسيا. يعاونه عمر الشطي حكم درجة أولى، والمساعد الثاني عبد الله أو عبد الرحمن الكندري حكم درجة أولى، والحكم الرابع موسى الخياط حكم درجة ثانية، ويراقب المباراة حامد كميل. مباراة أيها الأحبة انطلقت نغمة بدايتها ما تحتمل أنصاف الحلول، يا أسود يا أبيض يا أخضر يا أبيض. وبالتالي راح نشوف هذه المباراة اللي انطلقت منذ لحظات. خلونا نتكلم مع أسماء وتشكيلة الفريقين لنبدأ في فريق نادي الكويت بحراسة المرمى الحارس رقم 22 عبد الرحمن كميل، وفي الدفاع يلعب بطريقة 4-4-2 تقريبا أو 4-2-3-1. ناحية اليمين فواز الصعب، ناحية اليسار سلطان الفرج، قلبي دفاع عبد العزيز ناجي وأحمد اليحيى، في النص يلعب حسن فرج وحميد المطيري وأيضا إبراهيم كميل وعلي حسين وعبد الهادي الحربي، ورأس حربة مباشر هو أحمد علاء. بينما كتيبة العربي بحراسة المرمى عبد الرضا شهاب، في الدفاع ناحية اليمين عبد الرحمن لافي، اليسار تركي الشمري، قلبي دفاع عبد الله فارس وايضا سلطان امان، في النص يلعب حسين اشكناني، بدر المطيري، علي عزيز، يوسف ماجد وسلطان العوضي، في المقدمه عمر عبد الله. كره بتلعب توصل فريق نادي الكويت، كره في وسط الملعب ناحيه اللاعب عبد العزيز ناجي اللي بدوره بينقلها لاحمد الي يحيى. كرة طلعت إلى بار الملعب من أحمد اليحيى. أحبتي المتابعين، مباراة ما تحتمل أنصاف الحلول، يا أسود يا أبيض يا كيفان يا منصورية، وين بتروح يا الكاس كاس الشباب؟ هذه البطولة اللي تأثرت في أزمة كورونا وتوقفت سنتين بداعي كوفيد 19، هنا محاولة كويتاوية أولى وانفراد في المرمى ممكن، ولكن برافو برافو الدفاع حاضر وبقوة تتخلص الكرة الماضية. جانب فريق نادي العربي لدينا عبد الله فارس ولدينا ايضا سلطان امان. كرة تخلصت بشكل جيد في اللعبة الماضية وبتلعب الى الجهة اليسرى وبتطلع الى برا الملعب بواسطة عبد الله فارس الى خارج الملعب. ركلة ثابتة ركنية ضاغط نادي الكويت مع بداية أحداث هذا اللقاء في محاولة تسجيل هدف مبكر لبعثرة أوراق
نادي العربي. راح تلعب الضربة الركنية. كرة بتنقل وتلعب أمامية وتوصل خطيرة ولكن الكرة ما تمر وبيحطها لما تسديدة كانت خطيرة من اللاعب إبراهيم كميل ولكن الكرة مرت بسلام. طبعا مباراة تحت تغطية القناة الرياضية وأيضا بإدارة الزميل فهد الشمري اللي أيضا أشكره ونشكر ضيوفه في هذا الاستديو. كرة منقولة الآن ومحاولة للتنفيذ من عبد الهادي الحربي أحد أبرز العناصر في نادي الكويت. كرة ملعوبة بيحاول يلعبها في منطقة جيدة ولكن بتمر إلى حسن فرج وبتنقل الكرة ما زالت لفريق نادي الكويت. ضاغط حميد المطيري يلعب بحذر فريق نادي العربي ومدربه المقدوني يوكوسلاف. محاولة للمرور على الجهة اليمنى ولكن الكرة ما تعدي وصفارة من حكم المباراة بوجود خطأ. فاول نشوف الإعادة. كان في إعاقة واضحة من جانب لاعب نادي الكويت سلطان فرج وبالتالي قرار حكم المباراة اللي هو عبد الله الكندري بوجود فاول. هذه البطولة أيها الأحبة توقفت تقريبا سنتين أو أكثر سنوات منها سنتين بداعي كوفيد 19 وآخر بطولة حمل لقبها نادي القادسية وها هي اليوم تبحث عن بطل جديد إما يحمل اللون الأخضر أو اللون الأبيض. ومبدئيا راح نقول مبروك للفايز على اعتبار أن هذه المباراة أشبه ب حفل تخرج لكثير من اللاعبين اللي راح ينتقلون سواء للعب مع فريقهم الأول أو أيضا من سيمثل الفانيلة الزرقاء في القادم من المناسبات. وبالتالي مباراة لها معاني كثيرة لكثير من اللاعبين ومباراة تعتبر المحطة الأخيرة لمجموعة من الأسماء وخاصة من هم من مواليد 2001. كرة بتلعب توصل بتنقل الآن إلى الجهة اليمنى بشكل جيد من عبد الله اللافي ولكن الكرة ما زالت عرباوية. بدر المطيري بيلعبها في المنطقة خارج المنطقة بيحاول يشوت بيلعبها وتسديدة إنما ما اكتملت من تركي المطيري تركي الشمري بيحاول فيها الآن تسديدة تركي الشمري ولكن ما تمر. كرة مقطوعة من عبد الهادي الحربي على الطرف الأيمن محاولة عرباوية محاولة للنقل الآن الكرة من علي عزيز اللاعب الإيراني في صفوف فريق نادي العربي مواليد عام 2004 وهذا هو مدرب فريق نادي العربي اللي هو المقدوني يوكوسلاف اللي ظاهر أمامنا مدرب مواليد عام 76 يتحدث اللغة المقدونية والصربية والبلغارية والإنجليزية في مواجهة للمدرب الوطني الكويتي عادل فاضل صاحب العمل الكبير في الفئات العمرية بنادي العميد وكذلك لعب في النادي العربي وقاد الفئات العمرية في النادي العربي. بالتالي هو يعرف تماما فريق نادي العربي على اعتبار انه حقق 22 لقب ما بين دوري وكاس في الفئات العمرية والان يأتي بعصارة خبرته ومجهوده مع فريق نادي العميد. كرة النقل ناحية اليسار محاولة طبعا هذه الفئة من الفئات المهمة يعني الآن في كثير يعني من يهتم في موضوع الفوز والانتصار وفي من يهتم في موضوع اللعب والأداء والتقنية والتنفيذ للاعب. عندما سئل يوهان كرويف وكان يقود برشلونة عندما يتحدث عن الفئات العمرية لا يسأل عن النتيجة إنما يسأل عن كيف لعب الفريق كيف هو مستوى الفريق لا يهم في النتيجة للفئات العمرية. وعلى ضوء ظهر الكثير من الأسماء الكبار اللي كان بدايتهم الاهتمام من خلال الأداء وتقنية اللاعب وقيمته في أرضية الملعب من تنفيذ لأوامر المدرب. هو هنا اللاعب إبراهيم كميل أحد نجوم الفريق الأول ونادي الكويت للشباب بيحصل على فاول يتعرض لخطأ ضربة حرة مباشرة
لا بعيدة بعيدة الكرة وبالتالي راح تتنفذ الضربة الحرة المباشرة لمصلحة فريق نادي الكويت. أحبتي المشاهدين في كل مكان، تعادل بدون أهداف. كرة راح تتنفذ وتوصل وتنحط في الجول. الله الله، وخطيرة والمتابعة ما زالت ويحطها، إنما ضاعت فرصة، ضاعت فرصة محققة لنادي الكويت حقيقة. بدأها اللاعب عبد العزيز ناجي القادمون من الخلف، قلب الدفاع المتقدم في اللقطة الماضية. شوف الإعادة ولاحظ فوق خلف المدافعين كان بينتظرون راية الحكم المساعد، ولكن ما كان فيها تسلل، وبعد ذلك اصطدمت بالقائم وطلعت إلى برا الملعب. كرة لعبت، هل فيها تسلل؟ لكن الكرة مرت، لاحظ عبد العزيز ناجي اللي لعبها واصطدمت في القائم، والكرة بتنتهي بسلام. إذا نادي الكويت هو الأخطر. عبد العزيز ناجي لاعب في المنتخب الأولمبي الكويتي لبعض المباريات، كذلك مع فريق الأول في نادي الكويت. صفارة بوجود خطأ. كرة راح تتنفذ. شوط المباراة الأول، تعادل بدون أهداف. تتحول الكرة إلى أقصى اليسار. طبعا مباراة مقامة في استاد الصداقة والسلام، وفريق نادي كاظمة يعني قبل المباراة كان بيحضر نفسه ويستعد للمباراة النهائية في أغلى الكؤوس، كأس سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد ما بين كاظمة والسالمية في استاد جابر اللي راح تكون يوم الاثنين القادم. فقط كنت أتمنى أن تكون الساعة شغالة. كرة بتلعب ناحية اليمين، توصل وعبد الهادي الحربي في خطأ، وصفارة من حكم المباراة لمصلحة فريق النادي العربي. فاول لمصلحة النادي العربي. فريق تحت 20 سنة في نادي الكويت في مباراة هذه الليلة مع موعد مع التاريخ. نعم، الفوز معناته تحقيق الثلاثية في هذا الموسم لفئة تحت 20 سنة، الدوري وكاس الاتحاد إذا حصل عليه والبطولة التنشيطية. بلغة الأرقام اللي ما تعرف اللف ولا الدوران، نادي الكويت حقق يعني كل الأرقام الإيجابية، 14 فوز من 14 مباراة في الدوري، أنهى الدوري بكل مبارياته بدون أي خسارة. بكأس الاتحاد وصل لهذه المباراة بنتائج كبيرة، 6-0 5-1 و5-0 على التضامن وكاظمة والجهرة. وفي البطولة التنشيطية حقق اللقب بعد 5 انتصارات وتعادل يتيم كان مع النصر بدور المجموعات بهدف سلامات. بالتالي حتى قبل مباريات الليلة نشوف الإعادة. لا سقط الواحد، داس على يد علي حسين لاعب نادي العربي رقم 8 بدر المطيري، ما كان يقصد. سلامات لعلي حسين. بالتالي حتى قبل مباراة الليلة فريق تحت 20 سنة بنادي الكويت لعب 23 مباراة بمختلف المسابقات، محقق 22 انتصار، تعادل واحد بدون أي خسارة، سجل عدد من الأهداف رهيب رهيب جدا، 78 هدف. معدل تسجيل الأهداف في كل مباراة 3.4 هدف لكل مباراة، يعني 3.5 في كل مباراة. استقبلت شباكة 9 أهداف فقط. سلامات علي، سلامات علي حسين لاعب نادي الكويت من مواليد 2001، يلعب في المنتخب الأولمبي الإيراني، راح يرجع ويكمل. طبعا بروزه مع نادي الكويت دفع في الاتحاد الإيراني لكرة القدم اللي ضمه لمنتخب إيران منتخب بلاده. كرة بتلعب، توصل وبتنقل إنما ما تمر وبتطلع إلى برا الملعب. رمية جانبية، رمية تماس لمصلحة فريق نادي الكويت. حتى الآن ننتظر من سيزور الشباك
نادي الكويت ولا نادي العربي في مباراة لا محال من الزيارة للشباك. في حال التعادل راح نلعب شوطين إضافيين وبعد ذلك راح نوصل إلى ركلات الترجيح إذا دعت الأمور لذلك. رمية جانبية. فريق النادي العربي أيها الأحبة هو ثالث الدوري لتحت 20 سنة، وصل لدور نصف النهائي في البطولة التنشيطية، وأيضا هنا في المباراة النهائية أرقامه كذلك مميزة، خصوصا إذا ما عرفنا أن الأخضر قام في تصعيد ثمن لاعبين من وليد 2004 و2005 من فئة تحت 17 سنة إلى فئة الشباب. الأخضر تحت 20 سنة لعب حتى الآن 22 مباراة في كل البطولات، حقق 17 فوز وخسر 4 مباريات وتعادل مرة واحدة. سجل الأخضر 53 هدف بمعدل 2.4 هدف لكل مباراة، واهتزت شباكه في 20 مرة. كرة النقل توصل في الوسط لنادي الكويت، بيحصل عليها أحمد لحياة. تنقل الكرة إلى الخلف وبيطلع حارس المرمى عبد الرحمن كميل، بينقل الكرة ناحية اليسار، ولكن التغطية حاضرة من جانب دفاع العربي وتحديدا من اللاعب سلطان أمان. كرة بتتنفذ ولكن إلى خارج الملعب. رمية تماس. فريق نادي الكويت هو الأفضل، بينما نادي العربي واضح يلعب على الهجمة العكسية المرتدة في محاولة لاصطياد شباك العميد وتحقيق الانتصار الأول له على نادي الكويت في هذا الموسم. كرة إلى حسن فرج. حسن فرج بيحاول الكرة على الطرف الأيمن، خطيرة إذا اللعبة عرضية وتمر. الله عليك يا عبد الرضا شهاب، حارس المرمى بتوقيت سليم بيقاتل من أجل الحصول على الكرة، بيلقي بنفسه في منطقة خطرة الحقيقة، وبالتالي يحتك مع حسن فرج ولكن تبعد الكرة بالنهاية. لاحظ منطقة خطرة ودخل له بكل قوة الكرة العرضية القادمة من فواز الصعب، والله حطها في مكان يعني كان فيها اصطدام ثلاثي. حارس المرمى سلامات عبد الرضا شهاب، حارس مرمى فريق النادي العربي اللي له بعض المباريات مع الفريق الأول، أكيد الجمهور العرباوي يعرفه، لاعب الحقيقة نقول يعني نسميه ذباح يعني أو فدائي، يدخل على الكرة لا يبالي أحيانا في نقول سلامته، يهم أن يقطع الكرة بأي طريقة كانت، وهذه من أهم عوامل نجاح حارس المرمى، الشجاعة عند حراسة المرمى يعرفها مدربين حراس المرمى. وبما أننا تكلمنا عن مدربين حراس المرمى، بالمناسبة في خبر جميل لمدرب نادي العربي لحراس المرمى، خلاص وقع عقده مع أهلي بنغازي الليبي، راح يسافر بعد المباراة إلى ليبيا، سيتحول من مدرب حراس مرمى إلى مدرب الفريق الأول لأهلي بنغازي الليبي ابتداء من الموسم الأول، يعني راح يكون مدرب الأساسي وليس مدرب حراس مرمى. وبالتالي إذن نادي الكويت هو فال خير على هذا المدرب، ونتحدث عن المدرب حراس العربي اللي هو اسمه أزمير سومون. كرة منقولة توصل ناحية اليمين، فواز الصعب طبعا يلعب في الجهة اليمنى، ولكن الكرة سريعة وأقرب إلى شهاب عبد الرضا شهاب اللي يقوم بالسلامة. كرة بتنقل بتلعب إلى الجهة الوسطى بدر المطيري، الكرة ما زالت ولكن بتلعب على الطرف الأيسر، محاولة عرباوية وبتبعد من أحمد إلي حياة إلى برا الملعب. رمية تماس، برابو أحمد، أبعد بشكل جيد في مبدأ الحيطة والحذر ومنع الخطر، طلعها إلى برا الملعب. رمية جانبية. ننتظر اللعب الجميل من شباب الكويت، شباب العميد وشباب القلعة الخضراء، بنيمتعونا اليوم ونشوف أهداف عودتنا مبارياتهم. وحقيقة أنا أقرأ الأرقام
الأرقام هي اللي يعني ربما تكون أوضح بأن جميع مباريات يكون فيها أهداف، لذلك هي مباراة يعني تعتبر رد اعتبار للعربوية من خسارة الخماسية من نادي الكويت في الدور قبل النهائي في البطولة التنشيطية، وكذلك خسارته في الدوري، وهذه الثالثة اللي يتواجه الفريقين وجها لوجه، فبالتالي الرد راح يكون قاسي جدا لفريق نادي العربي إذا ما حقق الانتصار في آخر بطولة أشبه في بطولة التخرج لكثير من الأسماء. كرة النقل يقولون العبرة في الأخير، العبرة في الخواتيم، وهذه الختام ختام الموسم بالنسبة لهذه الفئة. كرة منقولة راحت اليسار بيحاول فيها، ولكن سلطان فرج بيرتكب خطأ ضد يوسف ماجد لاعب صغير من وليد 2005، طايح في أرض الملعب يوسف ماجد. سلامات. طبعا في مجموعة من الأسماء في نادي العربي تم تصعيد لاعبين تحت 20 سنة للفريق الأول طوال الموسم، مثل بندر السلامة، حسين أشكناني، عبد الرحمن الشرهان، جاسم العوضي، سلمان العوضي، كذلك تم تصعيد لاعبين من تحت 17 سنة من وليد 2004 و2005 كما هو لظهر أمامنا، وأيضا صعدوا لفريق تحت 20 سنة في دوري الشباب اللي يضم مواليد 2001 و2022 2002 أعني و2003، ونذكر منهم عبد الرضا شهاب مواليد 2004، عبد الرحمن الخضر 2004، علي عزيز 2004، خالد الحجي 2004، عبد الرحمن لافي 2004، حسين دشتي 2004، علي رمضان 2004، ومهدي جمال 2004، وعبد الله فارس 2005، ويوسف ماجد 2005، وحسين شهاب كنقوني 2005، واحمد حسين خورشيد 2005. سلامات. يقوم بالسلامه، تم متابعه المباراه ما بين الفريقين، تعادل بدون اهداف. وصفارة بوجود خطأ، وأيضا يطلب حكم المباراة الدولي عبد الله الكندري دخول أخصائي العلاج الطبيعي لنادي الكويت. مباراة ما زلنا ننتظر المتعة، ننتظر الإثارة والتشويق والتنافس الشريف القوي ما بين فريقين يعد هم الأقوى في فئة الشباب في دولة الكويت حاليا. شباب العميد، هذه عادة للكرة والدخول من جانب سلطان العوضي على فواز الصعب الظهير الأيمن. سلامات. نعم الأسماء اللي أمامنا هم الأقوى تقريبا، وصلوا لهذه المباراة كاس الاتحاد للشباب، فهل يحقق العميد الصغير الثلاثية أم ينقذ العربي موسمه ويحقق كاس الاتحاد للشباب في آخر بطولة بالموسم لفريق شباب العربي، هو فريق الأحلام العربوية، فريق المستقبل. العربي والكويت والقاسم المشترك في هذه المباراة هو وصولهم للنهائي، وشباكهم ما اهتزت إلا مرة واحدة، التضامن هز مرمى الكويت لكن خسر 5-1. هنا كرة توصل إلى حارس مرمى العربي عبد الرضا شاب، والنصر سجل هدف وحيد في مرمى العربي ولكن خسر بهدفين واحد، لذلك الفريقين وصلوا للنهائي وشباكهم ما اهتزت إلا مرة واحدة. كرة النقل توصل أو تطلع الآن يعني إلى خارج الملعب، يظهر أمامنا سلطان فرج بيحاول المرور، مسكرين عليه اثنين الحقيقة، لاعب نادي الكويت عبد الهادي الحربي يعد واحد من أبرز اللاعبين الخطرين في فريق نادي الكويت، ولاعب يعرف تماما طريق المرمى، لذلك أكيد الرقابة عليه. لاعب مخلص يسجل من أنصاف الفرص بمتابعتي الحقيقة يعني المقاطع الأهداف في بطولة الدوري، أكيد أنه لاعب بأي فرصة بأي خطأ من الدفاع ممكن يسجل، فأكيد الرقابة راح تكون مفروضة عليه بشكل واضح. سلطان فرج بيحاول يمر ولكن الكرة بتطلع إلى برا الملعب، رمية تماس، فريق نادي الكويت يحاول يضغط الآن عن طريق الجهة اليسرى، كرة ترجع إلى عبد العزيز ناجي لاعب الأولمبي الكويتي، بيلعب الكرة من أحمد
إليحية وبيحولها إلى الجهة اليمنى، بيحاول يخلصها نما سلطان العوضي بيقطعها، ما زالت الكرة إلى نادي الكويت. يبدو لحتى الآن إبراهيم كميل معزول نسبيا في الجهة الهجومية نتيجة الرقابة المفروضة عليه سواء من عبد الله فارس أو سلطان أمان أو عبد الرحمن لافي أو تركي الشمري. محاولة كويتاوية لفرض سيطرته في هذه المباراة في الشوط الأول. كرة بتنقل بيحاول فيها ولكنها إلى خارج الملعب، رمية جانبية أو ركلة ثابتة لمصلحة فريق نادي العربي تحديدا. هذا هو اللاعب سلطان فرج، لاعب يمتاز في الانطلاقات ناحية اليسار، هو مدافع وكذلك تم اختياره للمنتخب الأولمبي الكويتي من مواليد عام 2001، واحد من الأسماء المميزة الحقيقة اللي لعبت مع نادي الكويت في هذا الموسم. كرة بتنقل توصل إلى خارج الملعب. مباراة هذه الليلة أيها الأحبة ما بين نجوم المستقبل، ننتظر منها الكثير على الدكة من المدربين اللي ظاهرين أيضا في هذا اللقاء. مدرب العربي اللي هو يوغوسلاف يعتمد على خطة 4-2-3-1 بوجود أجنحة مميزة قادرة على تقديم كرات عرضية، لكن يبدو أن نادي الكويت عطل هذه المحاولات. هنا محاولة الاختراق عن طريق العمق، ولكن المرة هذه التغطية حاضرة من جانب الدفاع. عبد الهادي الحربي حاول يخترق، الكرة ما زالت ولكن صفارة الدولي عبد الله الكندري. كذلك مدرب نادي الكويت عادل فاضل صاحب 22 بطولة كمدرب للفئات العمرية، هنا في لمسة يد على إبراهيم كميل لم تنطلي على حكم المباراة اللي كان صاحي عبد الله الكندري وصفر بوجود لمسة يد. عادل فاضل يدخل هذا اللقاء وهو مطرز تاريخ الكروي مع الفئة الشابة ب 22 بطولة كمدرب للفئات العمرية، يلعب باسلوب مشابه لطريقة لعب الفريق الأول في نادي الكويت. كرة ملعوبة توصل خطيرة وبيحطها في الجول. الله، سلطان العوضي يضعها بيمينه في مقتل على مرمى الكويت عبد الرحمن كميل. الله الله على اللعبة، الله على التعليقة. غاب العربي طوال شوط المباراة الأول وظهر سلطان بهدف ولا بالأحلام، هدف من الأهداف الرائعة. الله يا سلطان، شوف 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 التمريرة ولاحظ الكرة تسكين وبرة على مسافة بعيدة، يا سلام علقها في المقص الأيسر. الله 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 الله، العربي يتقدم على خلاف مجرى المباراة. الكويت يضغط، لهم اللعب ولهم الأهداف للكويتاوية اللعب، ولكن الجول للعربي. سلطان العوضي يسجل واحدة من أجمل الأهداف في المباراة النهائية، لعل وعسى أن تكون هي فاتحة الانتصار الأول على نادي الكويت في مواجهاتهم في هذا الموسم في أهم مباراة التخرج. صفارة من حكم اللقاء الآن، مباراة راح تحلو. شفنا هدف جميل، وبالتالي نادي الكويت ما راح يهدى له بال، شباب العميد ما راح يستكينون إلا بالتعويض. وبالتالي الضربة الحرة الثابتة للاعب الأولمبي الكويتي علي حسين، عفوا لاعب الأولمبي الإيراني، لاعب المنتخب الأولمبي الإيراني راح ينفذ الكرة الآن. تلعب توصل وبتنحط إنما ما تمر، خطيرة وبيشيلها أو يشوتها بطريقة خاطئة في تسرع، والكرة بتطلع إلى برا الملعب إلى ركلة مرمى. هذا عبد العزيز بن ناجي أحد المساهمين والقادمين من الجهة الدفاعية في كل ما تسنح له فرصة طوال الموسم، هذا هو أسلوبه. تقدم فريق نادي العربي أيها الأحبة على خلاف مجرى المباراة راح يعطي للمباراة أهمية وقيمة كبيرة في المتابعة، على اعتبار أن الفريق الأخطر والفريق اللي كان، شوف 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 جمالية الهدف شلون يعطي ثقة للعربي، شلون يعطيهم
المبادرة العربوية كانوا يلعبون بأسلوب حذر جدا، لكن شوف الأداء الآن، مسجلين هدف وأيضا يهاجمون عمر عبد الله، وتشوف أيضا يوسف ماجد وتقدم، فبالتالي الهدف الأول بيعطي ثقة أكثر للاعبين نادي العربي بأن بالإمكان اليوم تحقيق انتصار على نادي الكويت والصعود على منصة التتويج كأبطال لفئة الشباب. الروح الانتصارية مطلوبة طبعا، مشتقة روح الفوز، روح المنصات لأبناء الأخضر هي مشتقة من الكبار. كرة ملعوبة ناحية اليمين، يتكلم عن فريق تعود على المنصات وعلى الصعود، لذلك اليوم يحاولون العربوية في هذه المباراة بتحقيق ما يصبو إليه كل لاعب منهم لتحقيق أمنياتهم وتحقيق الوصول إلى المنصة كبطل العربي. متقدم الآن، كرة راح تتنفذ لنادي الكويت في محاولة تعويض، لكن بيد حارس المرمى عبد الرضا شهاب، بيد حارس المرمى عبد الرضا شهاب. أكثر منتصف شوط المباراة الأول مر، تقدم الآن نادي الكويت بهدف، نادي العربي أعني بهدف على نادي الكويت. ترجع الكرة إلى دفاع نادي الكويت، أحمد إلي حياة، ليتصل من جديد. على الطرف أو الجهة الوسطى حاول فريق نادي العربي، لدينا حسين أشكناني بيغير اللعب إلى اليسار عبد الرحمن لافي، ولكن سلطان الفرج بيحصل عليها بانطلاقة سريعة، ننتظر منه كرة عرضية، بيلعب الكرة العرضية لكن بيقطعها سلطان أمان، ترجع له مرة ثانية سلطان فرج. المحاولات مستمرة، صفارة حكم المباراة عبد الله الكندري بوجود خطأ لمصلحة نادي الكويت، وسط يعني اعتراض من يبدو لي لاعبي نادي او اداريين في نادي الكويت على اللقطه الماضيه. نشوف الاعاده، فاول لمصلحه فريق نادي الكويت. طبعا الكويتاويه الان ياتون بضغوط كبيره، واحد يقول نادي الكويت حقق كل البطولات، لكن نادي الكويت في هذا الموسم غير، على اعتبار تحقيقه في معظم او كل اللعبات الجماعيه، فتبقى هذه البطولة طبعا أتكلم عن الفئات العمرية، فبهذه الحالة الكل يسعى لتحقيق البطولة الأخيرة لهم وبطولة كاس الاتحاد. ضربة حرة مباشرة، لدينا علي حسين المختص بالكرات الثابتة، اللاعب الإيراني بيلعبها عرضية، ولكن دخول وتوقيت سليم من عبد الرضا شهاب حارس مرمى الأخضر، بيلعبها بإيده لكن نفذها بطريقة خاطئة، وتدخل فيها اللاعب أحمد إليحية وطلعت إلى برا الملعب، رمية تماس، رمية جانبية، رمية تماس. فريق الأول لنادي الكويت بلغة البطولات والتتويجات هو الأنجح في العشر سنوات الماضية، في آخر عشر سنوات للدوري على مستوى يعني الكبار حقق سبعة بطولات، وفي أغلى الكؤوس العميد محقق ستة من أصل عشر تتويجات، وأربع بطولات في كاس سمو ولي العهد، وأربعة كاس سوبر، بمجموع 21 لقب من أصل 40 بطولة تم حسبه. هنا محاولة التعويض، ولكن حارس المرمى عبد الرضا شهاب بيتحصل على الكرة الماضية، لذلك قصة النجاح الكويتاوية مستمرة من خلال المباريات النهائية والحساسة اللي يلعب فيها، فبالتالي الآن متأخر فريق نادي الكويت مطالب بالانتصار، وفريق نادي العربي مطالب بتسجيل هدف ثاني لتأمين وضعيته، لأن نادي الكويت قادر على تحويل الخسارة إلى فوز في أي لحظة من اللحظات. كرة ملعوبة إلى عبد العزيز ناجي، بيحولها لحميد المطيري، حميد المطيري الكرة معه بيهدي اللعب وبيلعبها إلى أحمد الحياة، بيلعب الكرة الطويلة لسلطان الفرج اللي بيعتمد عليه في الانطلاقات. يا سلام سلطان مر وعبر، أوه ضربة جزاء
ضربة جزاء، أنا قلت يعتمدون على هذا اللاعب في الانطلاقات ناحية اليسار، ومن كرة طويلة الحقيقة سكنها بصدره وللمرمى اقترب، ولكن الإعاقة كانت حاضرة، وحكم اللقاء عبد الله الكندري على طول بيعلن عن وجود ضربة جزاء كويتاوية. شوف الإعادة، لاحظ الإعادة، كان داخل منطقة 18 وكان في دفعة، نعم دفعة واضحة، وبالتالي القرار شوفها بطريقة أقرب، وبالتالي يرتكب اللاعب المدافع عبد الرحمن لافي خطأ، يرتكب خطأ على ضوء احتسب حكم المباراة قرار سليم، دفعة واضحة داخل منطقة 18 من الأخطاء في المادة 12 في قانون كرة القدم، فبالتالي تنص بشكل واضح بأن هناك ضربة جزاء مستحقة لنادي الكويت، فرصة للتعويض لإبراهيم كميل لاعب الفريق الأول في نادي الكويت وأيضا فريق تحت 20 سنة. إبراهيم كميل في مواجهة عبد الرضا إشهاب، التعادل ممكن بعد تسجيل هذا الهدف، وإلا يستمر الوضع على ما هو عليه بتقدم العربوية. ضربة جزاء الكويت في طريقة للتعادل، حكم المباراة يطلق صافرته الآن، إبراهيم كميل بيحطها، الله الله، تعادل 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 من كرة لعبها بهدوء أعصاب إبراهيم كميل، وبيسجل هدف اللي من خلاله يرجع المباراة إلى نقطة الانطلاق. لاعب المنتخب الأولمبي، هذا اللاعب اللي دائما ما تكون أهدافه حاسمة مش بضربات الجزاء فقط، اللاعب الذي سجل هدف بمرمى القادسية وكاظمة بدوري اس تي سي في مباريات حاسمة ومهمة للفريق الأول، ها هو في مباراة حاسمة ولكنها من نقطة الجزاء يسجل هدف التعادل، يرجع المباراة من حيث انطلقت 1-1. سلطان العوض يسجل هدف هو الأجمل في المباراة، يأتي التعادل عن طريق إبراهيم كميل، كرة ملعوبة بتوصل إلى الجهة الخلفية إلى سلطان أمان، بيلعب الكرة الطويلة ولكن أقرب إلى أحمد الحياة، أحمد يلعب ناحية اليسار ولكن تركي الشمري بيحصل عليها وبيلعبها إلى سلطان العوضي، تلعب الكرة الأمامية ولكن كرة مقطوعة من عبد العزيز ناجي اللي بيلعبها إلى الجهة اليسرى ناحية عبد الهادي الحربي اللي واضح يعني عليه رقابة، كرة منقولة في شكل جيد أقرب إلى حارس المرمى عبد الرحمن كميل، بيتحصل على الكرة بشكل جيد، كرة بتنطلق وبتلعب أمامية، أوه هفوة دفاعية وقدام الجول، والكميل حطها بالجول ممكن ويحطها وحطها ويتأخر، الله إبراهيم
المحاولة مستمرة. كنت أتحدث عن نسبة الأهداف في دوري الكبار ودوري أيضا الشباب. نسبة الأهداف كانت في دوري الشباب أكثر بنسبة 3 أهداف للمباراة الواحدة. كرة النقل توصل إلى الجهة اليسرى، محاولة بكرة عرضية لكن ما تمر، وتنطلق الكرة من جديد لمحاولة تسجيل 3 أهداف من كميل اللي أرسلها على الطرف الأيمن، محاولة للمرور علي حسين ولكن طلعت من أمامه إلى برا الملعب. في خطأ لمصلحة كرة بتلعب توصل إلى الجهة اليسرى، نادي العربي بيلعب الكرة الأمامية وأقرب إلى أحمد اللي حيا بيحصل عليها، تطلع إلى برا الملعب رمية تماس. نتيجة الآن أيها الأحبة 2-1 لمصلحة فريق النادي العربي، فريق نادي الكويت أعني. فريق العربي كان هو المتقدم بهدف، وجاءت ثنائية سريعة من إبراهيم كميل بهدف من ضربة جزاء، والهدف الثاني كانت من خطأ دفاعي استغل وسجل من خلال الهدف. كرة بتلعب توصل إلى سلطان العوضي، سلطان بيحاول المرور، بيحاول يعدي والكرة بتطلع إلى برا الملعب أو في صفارة بحسب قرار حكم المباراة بوجود خطأ. فاول لمصلحة فريق نادي الكويت. تلعب الكرة الثابتة وأقرب إلى تركي الشمري، سيطرة جيدة على الكرة التركي وبيلعبها إنما أقرب إلى الجهة اليمنى. بدأ الآن فريق نادي العربي يحاول يركز لكن راحت من عبد الرحمن لافي بشكل سهل في عملية استلام الكرة القادمة من المنتصف عبد الرحمن لافي، وبالتالي كرة بتفلت منه وتطلع إلى برا ملعب رمية تماس. بيهدي اللعب فريق نادي الكويت، يهدي اللعب فريق نادي الكويت. حقق بطولة الدوري لهذه الفئة، فئة 20 سنة، ب 42 نقطة، بفارق 9 نقاط عن القادسية الثاني اللي حصل على 33 نقطة، والعربي في المركز الثالث ب 31 نقطة، والكاظمة ب 29 نقطة بالمركز الرابع. لا أتمنى تكون إن شاء الله مباراة بعيدة عن أي احتكاكات، وأتمنى أنها يعني تستكمل بشكل جيد. يعني هذه طبيعة كرة القدم، يعني يكون فيها أحيانا عصبية تعصب، لكن أتمنى يعني في مباراة الكل يستفيد. أنت الآن يعني إبراهيم كميل هني في أمل فاصل مراوغة بين 3 من اللاعبين وحاول يراوغ، لكن يعني ما شفنا أي خطأ في حتى الآن، ما في شيء. لاعب من حقه طبعا أنه يمارس يعني هوايته وحبه للمراوغه، لكن شو اللي حصل بعد هذه بعد هذا الفاصل المراوغه انا ماني عارف. عموما مباراه تسير بشكل جيد، اتمنى من اللاعبين فئه الشباب انهم يعني يعرفون بان انت الان راح تصعد الى الفريق الاول، راح تحتك مع لاعبين ممكن تنضم للمنتخب. ضبط الاعصاب اهم عنصر من عناصر نجاح اللاعب، اي انفعال خاصة انك راح تروح الى جهة فيها فار وفيها تركيز اعلامي، فبالتالي ممكن تضيع مجهود لاعبينك، مجهود يعني اللاعبين كاملين في بطاقة حمراء ما لها داعي. اللاعب الجيد هو اللاعب اللي يمتلك
القدرة الكافية على مسك أعصابه في المباراة يلعب على الكرة قد يسمع قد يتعرض لضغط من الخصم فبالتالي يمسك أعصابه. إذا كان بيرد الإساءة بالإساءة ما راح تخلص المباراة وبالتالي ممكن يعني يطلع عن القيمة الأساسية للمباراة. طبعا اللي ما شاف الهدف الجميل والرائع للاعب سلطان العوضي اللي من خلاله قص شريط الأهداف لهذه المباراة اللي يسجل من خلالها 3 أهداف يشاهد معنا هذه اللقطة وهذا الهدف. وهنا هدف اللاعب إبراهيم كميل من نقطة الجزاء لعبها بهدوء أعصاب، ولكن الهدف اللي بعد ذلك كان هدف بخطأ دفاعي من العيار الثقيل في عملية الإبعاد. شوف الخطأ وراحت لمن؟ للاعب صايد للأخطاء ولاعب يعرف كيف يتعامل مع هذه النوعية من الأخطاء وحتى من بدون أخطاء، فما بالك لما يكون الخطأ. فبالتالي هي هدية قدمت لإبراهيم كميل واستقبلها يعني بصدر رحب. 2-1 2-1 نلعب خلاص يعني نقول على مشارف نهاية أحداث شوط المباراة الأول. كرة مقطوعة، فريق نادي الكويت الحقيقة دفاعيا عليه مراجعة حساباته تماما، أخطاء سهلة الحقيقة في عملية السيطرة على الكرة. عملية استخلاص الكرة أحيانا ما تطلب مجهود كبير من لاعبي نادي الكويت، وهذا السبب الحقيقي لفقدانهم نتيجة المباراة من انتصار بهدف مقابل لا شيء إلى خسارة ب2-1. ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي الكويت. الكويت يسير بالطريق السليم للحصول على الثلاثية الموسم لفئة تحت 20 سنة. عندنا اللاعب حسن فرج راح يلعب الضربة الركنية، شوف يلعبها خارج الدائرة أو ربع الدائرة اللي نصف قطرها ياردة واحدة. تتنفذ الضربة الركنية، تلعب عالية وبالرأس بيحاول فيها ولكن الكرة ما زالت توصل لإبراهيم كميل. هجمة عكسية مرتدة عرباوية الآن بيحاول فيها انطلاقة، معظم لاعبي الكويت راجعين بيحاول إنما بيشيلها ويطلعها من أمام يوسف ماجد من مواليد 2005. يوسف ماجد تطلع منه إلى خارج ملعب رمية التماس. يوسف ماجد الشلاقي رمية جانبية لمصلحة الكويت بحسب قرار حكم المباراة عبدالله الكندري إلى إبراهيم كميل، ولكن بينظف المنطقة سلطان أمان وبيطلعها بمبدأ الحيطة والحذر ومنع الخطر. يبدو لمست لاعب عبد العزيز ناجي وطلعت إلى رمية التماس بحسب قرار حكم المساعد الأول عمر الشطي. رمية جانبية راح تتنفذ لدينا عبد الرحمن لافي. 2-1 أيها الأحبة، 2 الكويت 1 العربي. بيحاول الشلاقي الحصول على الكرة، يوسف الشلاقي وصفارة بوجود خطأ لمصلحة فريق نادي الكويت. دخلنا أيها الأحبة في العد التنازلي قبل مشاركة الأزرق الأولمبي في كأس آسيا في أوزبكستان يوم 1 يونيو المباراة الأولى أمام الكنغارو الأسترالي، ويوم 4 يونيو هي الجولة الثانية أمام النشام الأردني. أما الجولة الأخيرة أمام أسود الرافدين منتخب العراق في 7 يونيو. لذلك تم استدعاء 38 لاعب في القائمة المبدئية من بينهم 7 لاعبين من العربي. كرة اللعب بندر السلامة، بدر المطيري، حسين أشكناني، خالد المرشد، سلمان العوضي، عبد الرحمن الشرهان وعلي عبد الرسول. أما فريق العميد اختاروا منهم 9 لاعبين، صالح البناي، ضاري العتيبي، عبد الرحمن كميل، عبد العزيز العتيبي، عبد العزيز ناجي، فواز الصعب ومحمد الراشد ويوسف العتيبي ويوسف الرشيدي. أسماء حاضرة معنا في هذه المباراة وجديرة بالمتابعة وجديرة بالاهتمام وتسليط الضوء عليهم وتصحيح أخطائهم فيما إذا كان هناك أخطاء في مثل هذه المباريات اللي تعد تدريب للقادم من المناسبات. كرة ثابتة لمصلحة نادي الكويت، طبعا يهمه إنهاء شوط المباراة الأول بالتقدم بهدف أو يعني بفارق هدف نتيجة 2-1.
كرة بيلعبها، ولكن في هذه الأثناء يطلق حكم المباراة عبد الرحمن الكندري نغمة ختام أحداث شوط المباراة الأول بتقدم نادي الكويت بهدفين على نادي العربي بعدما كان العربي هو البادئ في التسجيل. أيها الأحبة، أيها المتابعين، مع هذه اللقطة الجميلة اللي تدل كأنها يعني قبل بداية المباراة ولكن هي بين الشوطين والروح الرياضية والعتاب ربما، نترككم على أمل أن نلتقي بكم في أحداث شوط المباراة الثاني. إلى اللقاء. من خطأ دفاعي نفس اللاعب إبراهيم كميل بالدقيقة 36 تحديد هدف الفوز، وهو هدف السادس بالنسبة له في كأس الاتحاد ليصبح هو هداف البطولة، هداف الكويت في ستة أهداف. صافرة البداية في أحداث شوط المباراة الثانية. أيها الأحبة، الكويتاوية يفتشون على المحافظة للفوز وعن الثلاثية، فازوا بالدوري والبطولة التنشيطية وباقي الكاس، والعربي من أجل تحقيق أول بطولة وهي كاس الاتحاد. كرة اللعب توصل، تنقل الكرة إلى أقصى اليمين، وبتتحول إلى الجهة اليمنى لمصلحة فريق نادي الكويت، وبتطلع إلى برا الملعب رمية تماس. مباراة أيها الأحبة ما تقبل القسمة على اثنين، لذلك راح نشوف مباراة قتالية من جانب نادي العربي من أجل إعاقة تقدم نادي الكويت وتسجيل هدف التعادل لمد المباراة أو تحويلها إلى فوز للنادي العربي. كرة منقولة في الجهة الخلفية وبيهدي اللعب سلطان أمان. لدينا هناك في هجوم الكويت عبد الهادي العنزي، واحد من اللاعبين الخطيرين، لاعب رقم 45 عبد الهادي العنزي، هداف العميد بالدوري بتسعة أهداف. كرة منقولة توصل، ولكن صفارة من حكم المباراة بوجود خطأ لمصلحة العربي. حكم المباراة بينبه، يطلب اللعب على الكرة. هدوء في بداية شوط المباراة الثاني، لكن ربما يكون هو الهدوء اللي يسبق العاصفة بالنسبة للعرباوية. أكيد يهمهم رد اعتبارهم من خسارة المباراتين في الموسم وأيضا في شوط المباراة الأولاني. كرة ملعوبة توصل للعربي، الأخضر يحاول، كرة بتوصل إلى اللاعب عبد الرحمن فيصل، نزل بالشوط الثاني. دخل طبعا عبد الرحمن فيصل وخرج لو عمر عبد الله. عمر عبد الله يعتبر من اللاعبين وهداف الفريق، لكن المدرب يوكوسلاف فضل انه يريحه. كرة بتعود الى الخلف الى بدر المطيري، بدر المطيري بيلعبها الى سلطان امان، سلطان بيحول الكرة الى حسين اشكناني مواليد 2002. حسين بيلعب الكرة ولكن بوجود خطأ. إذن أيها الأحبة وكل من ينضم لنا الآن عبر الرياضية الكويتية، تشاهدون مباراة الفاينل، مباراة النهائي ما بين العربي ونادي الكويت هنا في استاد الصداقة والسلام في موسم 2021-2022. فريق نادي الكويت بطريقة لتحقيق الثلاثية إذا حافظ على التقدم بهدفين لهدف، ونحن نلعب في الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة الثاني. الكرة إلى العربي بدر جلال، أيضا أسماء اللي اشترك في شوط المباراة الثاني. بيحاول المرور إبراهيم كميل، وبالتالي في تغطية عليه باثنين من اللاعبين.
الكرة منقولة لكنها بتفوت من أحمد علاء. أحمد علاء لاعب نادي الكويت طايح في أرض الملعب، هو هداف دوري تحت 20 سنة. سلامات فواز الصعب اللي طايح، فواز الصعب لاعب عنده تمريرات رائعة الحقيقة في الدوري، وأيضا لعب للمنتخب الأولمبي. فواز الصعب شوف الإعادة، سقط في هذه اللعبة لكن يقوم بالسلامة. أيضا روح رياضية عالية من زميلة في فريق نادي العربي تركي الشمري، على الرغم من حساسية المباراة لكن قاعدين نشوف لقطات ودية ما بين يعني الثنائيات نقول في هذه المباراة، لاعب من العربي لاعب من نادي الكويت، ويعني الروح الرياضية اللي يسود هذه المباراة نتمنى لها أن تستمر حتى النهاية. حكم المباراة أيضا بروح الرياضية وبسلامة اللاعب أولا أوقف اللعب لإطمئنان على سلامة فواز الصعب. كرة بتنقل ولكن صفارة من حكم المباراة بوجود فاول من مصلحة العربي. هل يستمر الكويت بالتقدم أم يكون للعربي كلام ثاني؟ نذكر بأن مسجل الهدف الوحيد العرباوي هو سلمان العوضي، واحد من الأهداف الجميلة. ما عليه يمكن احنا ذكرنا سلطان، لاعبين شباب إن شاء الله بيكبرون ونحفظ أسماءهم ويحفرون أسماءهم بحروف من ذهب، لذلك الكتابة اليدوية أحيانا وعدم ربما تكون قليل ما نشاهد الفئة 20 سنة، فتكون في مثل هذه الأمور واردة، لذلك نلتمس أيضا الاعتذار أو نلتمس يعني منكم السموحة. سلمان العوضي مسجل الهدف، يمكن ذكرنا أنه هو سلطان سلمان، ما راح نختلف على حرف واحد. عموما كرة بتوصل بتلعب إلى العربي جهة الأمام، بيحاول يلعبها على الطرف الأيمن، العربي يحاول إنما بتطلع إلى برا الملعب، ضربة ركنية لمصلحة نادي العربي. العربي يضغط بأسلوب هادئ، محاولات اختراق من العمق، عنده لاعبين قادرين على التسجيل، لدينا علي عزيز اللاعب الإيراني، عندنا حسين أشكناني، بدر المطيري، كل هذه الأسماء قادرة ربما بالوصول إلى المرمى من العمق. الضربة الركنية الآن على اليسار لحارس المرمى راح تتنفذ من يوسف ماجد الشلاقي. يوسف ماجد الشلاقي راح يلعب الضربة الركنية، ينتظر مساهمة، راح نشوف من راح يتابع في الكرات العرضية، بترجع له مرة ثانية، بيلعبها عالية وبالرأس إنما بتروح بعيد، بتروح بعيد وتأتي المتابع. يا سلام يا سلام عليك يا سلمان، مر بطريقة رائعة وسريعة جدا سلمان العوضي، وبالتالي راحت منه بشكل جيد. مرور جميل من هذا اللاعب سلمان العوضي، ولاعب نكون عنده حس تهديفي، ونحتاج صراحة اللاعب اللي يسجل أهداف عن بعد، خير من يسدد الأهداف عن بعد. لاعبين كثار في المرة وعن النادي العربي هم امتداد، نتكلم عن أحمد عسكر، عن عبد الله بلوشي، القائمة تطول، للشويتين خارج منطقة 18، واللاعب سلمان العوضي بيقدم لنا واحدة من التسديدات الجميلة واللي راح تكون عالقة في الأذهان بالنسبة له، لأنها تكون يعني في مباراة نهائية. سلامات، لعبة توقف، طبعا اللياقة البدنية في مثل هذه الأوقات ربما تقل عند بعض اللاعبين، موسم طويل قدم فيه اللاعبين عصارة مجهودهم وعطائهم، لذلك يعني يقول لك اللي يمتلك اللياقة البدنية الأكثر هو اللي ينتصر أحيانا، وشرط أن يكون عندك لاعب جيد لكن ما عنده لياقة ماكو فايدة، عندك التكتيك وعندك المخ لكن ما عندك العضلات وما عندك الإمكانية ما عندك النفس الطويل، فبتخسر المباراة مهما تمتلك، لذلك يأتي دور التنظيم،
تنظيم الأكل، تنظيم الوقت، تنظيم الأمور، كل هذه الأمور حتى الخاصة حتى يقدر اللاعب يقدم في أرض الملعب. فاللعب المشتت بدون تنظيم مهما يمتلك من إمكانيات ممكن يخسر بسبب هذا الشيء. محاولة عربوية توصل إلى وسط الميدان من حسن فرج، منقولة لما حكم مباراة يطلب استمرارية اللعب. العربي يبحث عن التعادل. عبد الرحمن كميل حارس مرمى نادي الكويت، شباكة استقبلت هدف واحد لسلمان العوضي بالدقيقة 25. يعني مثل هذه المباريات وفئة فئة 20 سنة ربما يعني يكون في شح بالمعلومات، عندما أنت تبحث عن تحضير جيد للمباراة ما تلقى يعني مثل يعني كثير من الفرق مثل العالمية عندهم موقع إلكتروني تأخذ المعلومات بشكل جيد. لذلك احنا نقدم الشكر لكل من ساعدنا الحقيقة وقدم لنا المعلومات. نتكلم عن نادي الكويت لعبد الله الدعي أبو وسام مدير فريق تحت 20 سنة بنادي الكويت، وناصر بن ناصر منسق الإعلامي بنادي الكويت، وعبد العزيز الشلاقي إداري فريق نادي العربي، وكذلك الدكتور حامد الشيباني مدير لجنة المسابقات بالاتحاد، وأيضا عبد العزيز الشلاقي إداري لاعب النادي العربي أو إداري فريق العربي، وكل من يعني ساعدنا في الوصول إلى الحقيقة وإلى المعلومة اللي من خلالها نزود السادة المتابعين ب يعني الواقع لفريق تحت 20 سنة. نشوف الآن صالح البناء يستعد للمشاركة كبديل لأحمد علاء، هل هو تبديل إجباري؟ اللاعب أحمد علاء يغادر أرضية الملعب. اللاعب المصري والمواليد الكويت يترك أرضية الملعب ويدخل البناي. تبديل يجي بالدقيقة 11 من شوط المباراة الثاني، وعندنا فاول راح ينفذ علي حسين، بيلعب الكرة عند القائم البعيد ولكن بتمر من الجميع وتطلع إلى برا الملعب إلى ركلة ثابتة. إذن دخول صالح البناي وخروج أحمد علاء، تبديل راح نشوف يعني أهميته لمدرب الوطني عادل فاضل. 10 على 10 هذا المدرب خلال هذا الموسم، تصور في كل مباريات الدوري فاز، ما في تعادل ما في خسارة، نتائج كبيرة حقيقة حققها شباب العميد نادي الكويت إلى جانب نادي القدس، عفوا نادي العربي إلى جانب نادي القدسية، هم أيضا إذا يعني بعد نادي الكويت كقوة ومنافسين لنادي الكويت. نتحدث بلغة الأرقام، الكويت فاز بفارق 9 نقاط عن القادسية الثاني في الدوري، العربي ب 31 نقطة، القادسية 33. الكرة بتلعب إبعاد من عبد العزيز ناجي بشكل متقن وبارتقاء جميل، تحويل اللعب بطريقة رائعة ولكن الكرة ما توصل بحصل عليها دفاع الكويت، وبالطول من عبد الهادي العنزي. عبد الهادي العنزي يلعب الآن على الطرف الأيمن، كرة منقولة إلى تركي شمري، تركي شمري بيلعب الكرة إلى حسين أشكناني، أشكناني بينقلها ويلعبها أمامية ولمسة حلوة، ولكن حاول فيها اللي هو بدر جلال. كرة مرة ثانية في وسط الملعب الكعب يلعبها لكن بيحصل على رمية تماس، رمية جانبية لمصلحة فريق نادي العربي. رمية تماس العربي أعتقد يقوم بأداء جيد ومتقن في إطار محاولاته المستمرة للوصول إلى شباك عبد الرحمن كميل سواء على الطرف الأيسر أو على الطرف الأيمن، لكن حتى الآن إجادة جيدة سواء من ناحية عبد الهادي العنزي أو هناك من ناحية فواز الصعب.
فبالتالي التغطية حاضرة، والأطراف هل يلجأ العربي للوصول عن طريق التسديد خارج منطقة 18 مثل ما سواها سلمان العوضي وسجل واحدة من الأهداف والاختراق من العمق. كرة بتنقل من يوسف الشلاقي بيلعبها إلى الطرف الأيمن. العربي مسيطر على المباراة في هذه الأثناء لكن سيطرة جوفاء. الكويت معطي فرصة، بيلعب بهدوء، كرة بيرسلها يوسف الشلاقي بنقولها إلى الجانب الأيمن، ولكن صفارة من حكم المباراة بوجود خطأ. فاول العربي، برابو، بدأ يلعب باتزان، والأهم من الاتزان الحقيقة هو عدم وجود الأخطاء. يعني العربي خسر بخطأ، خطأ سهل وقع في دفاع فريق نادي العربي، وأعتقد أن مثل هذه المباريات هي تعتبر مدرسة للاستفادة منها في صعود اللاعب إلى فريق الأول، وبالتالي الأخطاء واردة في المراحل العمرية، الأهم أن يستفيد اللاعب من خطأه. في رقابة مفروضة، ولاعب الآن سلطان أمان تارك الدفاع ومتقدم للمشاركة في الكرة الثابتة رقم 4. بتلعب عالية ولكن توقيت سليم لحارس المرمى عبد الرحمن كميل، بيحصل عليها ويلعبها، بس لاعب واحد متقدم اللي هو إبراهيم كميل، وحارس المرمى يتقدم ويشوف أيضا في خطأ في عملية التشتيت، إنما أبعدها خروج عبد الرضا شهاب من مرمى بالوقت المناسب طلعها إلى برا الملعب. برافو حارس المرمى عبد الرحمن كميل، متفاهم مع إبراهيم كميل، لعبها على طول. ما تكون الكرة عند حارس المرمى والفريق الخصم متقدم، أنت تلعب بأسلوب مهاجم هجومي. حارس المرمى الآن إبراهيم كميل، وبيلعبها إلى الطرف الأيمن. الحذر، كل الحذر من أخطاء حراس المرمى إلى إبراهيم كميل، ولكن برابو تركي الشمري بيحصل عليها ويسيطر، يرجعها إلى الخلف منقولة، لكن تبريرة بدون عنوان وبخطأ من سلطان أمان إلى برا الملعب. رمية تماس، رمية جانبية، نلعب بعد مضي 16 دقيقة. حبتي المتابعين مشاهدينا في كل مكان عبر الرياضية الكويتية، مباراة نجوم المستقبل، مباراة التخرج أو حفل التخرج للاعبي نادي العربي والكويت أو كثير منهم من هذه الفئة، خاصة من مواليد 2001 اللي سيودعون المراحل العمرية ويصعدون إلى الفريق الأول ويأتي دورهم، وكيف راح يستقبلهم فريق الأول أو ممكن يأخذون فرصتهم بأندية أخرى كإعارة ويرجعون بكرة ملعوبة للعنزي. العنزي بيلعب كرة ولكن تمريرة فيها خطأ وبطاقة صفراء، بيحصل عليها بدر المطيري. شوف الإعادة مرة ثانية، المطيري حاول يحد من خطورة إبراهيم كميل ولكن حكم وراء يعني أعطى بطاقة صفراء، أنا أعتقد كان الفاول كافي. طبعا تقنية الفار ما هي موجودة، نادي الكويت راح يجري تبديل، فهد جمال راح يدخل ويترك فواز الصعب، أعتقد أنه هو تبديل إجباري لأن مركز بمركز بنفس المركز، يلعب بظهير الأيمن فهد جمال. فهد جمال لاعب عنده عرضيات جميلة، وفواز الصعب حتى الآن ما طلع، راح نشوف. عموما الكرة الثابتة علي حسين لاعب الأولمبي الإيراني راح يلعب الكرة ويمرر، يا سلام، ولكن سقوط إبراهيم كميل بمطالبة بضربة جزاء لكن ما فيها شيء. فاول مصلحة فريق نادي العربي، كرة راح تتنفذ عرباوية، فريق الأحلام العرباوية في محاولاتهم للفوز وقلب الطاولة على فريق نادي الكويت. المهمة يبدو لي صعبة ولكن مو مستحيلة، بالإمكان تحقيق الانتصار بالتركيز أول على استقلال أنصاف الفرص. هذا هو علي حسين، و
عدم يعني الوقوع في أخطاء سهلة خاصة من جانب دفاع العربي اللي أعتقد ربما يكون هو يعني الثقرة اللي شاهدها في بعض الأخطاء البسيطة. هنا حارس مرمى عبد الرضا شهاب بيطلع الكرة توصل إلى المنتصف حسين أشكناني، حسين الكرة معه بينقلها إلى الطرف الأيسر عبد الرحمن فيصل، عبد الرحمن بمر يا سلام بيعدي ولكن يتعرض لإعاقة من علي حسين وفاول. هذه الإعادة وفاول. العربي ونادي الكويت الأبيض والأخضر هم ممثلين في المشاركة الوحيدة الخارجية، وأعني كأس الاتحاد الآسيوي، أسبوع واحد يفصلنا عن بداية رحلة الأخضر والعميد. طبعا نتحدث عن الكبار. كرة بتوصل، كرة عرضية الآن عربوية ومحاولة لتسجيل التعادل، راحت ناحية اليمين بيلعبها عرضية وما زالت خطرة لكن أقرب إلى حارس المرمى. أسبوع واحد يفصلنا عن رحلة سفينة الأخضر والأبيض في كأس الاتحاد الآسيوي، الجولة الأولى يوم الأربعاء بحول الله تعالى 18 مايو، الجولة الثانية 21، الجولة الختامية راح تكون 24 مايو. نادي الكويت في المجموعة الأولى اللي تستضيفها عمان في مسقط، طبعا هي مجموعة على يعني في متناولة، وقع مع السيب العماني متصدر الدوري هناك في عمان، الجبلة السوري سابع الدوري السوري، والأنصار اللبناني ثالث الدوري. على الورق نادي الكويت هو الأفضل، ولكن ما يهم هو على الواقع. أما النادي العربي يستضيف المجموعة الثانية هنا في الكويت، هي مجموعة كذلك في متناول عندما يواجه الرفاع البحريني بطل البحرين، وظفار العماني ثالث الدوري العماني، وشباب الخليل الفلسطيني بطل الدوري الفلسطيني. حارس مرمى بيلعبها عبد الرحمن كميل بأريحية وبثقة، توصل إلى العنزي عبد الهادي. العنزي بيحاول، لاعب خطير على الأطراف، ولكن هذه المرة برافو برافو الحقيقة بتتخلص بشكل جيد من جانب دفاع، وأعني اللاعب تركي الشمري لما يخلصها من عبد الهادي العنزي لاعب جيد، فهذا شيء يحسب لتركي الشمري. كرة منقولة للسلطان أمان، ثلاثة أهداف، هدفين للكويت واحد العربي. شوط المباراة الثانية أحبتي المتابعين، تشاهدون هذا اللقاء الختامي على كأس الاتحاد الكويتي لفئة الشباب، هدف العربي لسلمان العوضي وهدفين للكويت بواسطة هداف كأس الاتحاد وهداف الكويت إبراهيم كميل، يسقط الآن على أرضية الملعب. إبراهيم كميل سجل الآن 6 أهداف مع أهداف اليوم. سلامات، في تبديل راح يشترك فهد جمال، كنا ننتظر هذا التبديل لكن تأخر ربما 5 دقائق. فواز الصعب اللي واضح من مشيته يعاني من إصابة راح يترك الملعب، هذه الإعادة. حاول فهد كميل أنه يمر لكن برابو شو قطعها بهدوء هدوء، ما عمل أي شيء أو ما ارتكب أي خطأ. وهذا اللاعب اللي يتمناه أي مدرب اللي ينجح في استخلاص الكرة بهدوء أعصاب من اللاعبين اللي يمتازون في المهارة يمتازون بالمراوغة. وأعتقد حاليا لما نتكلم عن المراوغة ونتكلم عن المهارة نتكلم عن إبراهيم كميل من مدرسة فتحي كميل، ذلك اللاعب النجم اللي يجيد ويعشق المراوغة في زوايا ضيقة من أرض الملعب. سلامات لإبراهيم كميل أحد نجوم المستقبل في نادي الكويت، ومن يدري ربما يكون في منتخب الكويت إذا سمع ما يقوله المدربين والإداريين واعتمد على توزيع جهده في المباريات وأيضا تنظيم وقته. سلامات أيضا، كل شكر للطواري الطبية، أتمنى السلامة. لاعب نادي الكويت تبديل إجباري، خروج الصعب.
خروج الصعب بداعي الإصابة. طبعا أعتقد راح يكمل إن شاء الله اللي هو أو خلاص تبدلت فعلا تبديل خلاص تم التبديل. فهد جمال محاولة لنادي الكويت. إبراهيم كميل بيسلم ناحية اليمين مع اللمسة الأولى. فهد جمال حاول يلعب الكرة العرضية. أعتقد راح يشكل خطورة فهد جمال بدخوله في شوط المباراة الثاني خاصة في عرضياته اللي يمتاز فيها على الطرف الأيمن. كرة بترجع إلى أحمد إلحية. عبد الرحمن كميل بيلعبها للجهة اليسرى ولكن إبعاد إلى خارج الملعب. رمية تماس لنادي نادي الكويت. لدينا سلطان فرج اللي ظهر أمامنا راح يلعب الكرة من خارج الملعب. رمية تماس شوط الثاني أيها الأحبة. وصلنا دقيقة 25 وآخر 20 دقيقة على نهاية هذا اللقاء. هل نقول للكويت مبروك في حالة استمرار الانتصار أو يكون للعربي كلام ثاني في الدقائق القادمة كما عمل العرباوية في كاس سمو العهد للكبار وتواجه الكويت والعربي؟ هل سيناريو يعيد نفسه في هذه المباراة ويسجل مثلا نادي الكويت أو نادي العربي هدف التعادل وبعد ذلك يلعبون شوطين إضافيين؟ ممكن سيناريو الكبار ينتقل إلى الصغار. راح نشوف وراح نتابع. يتبناها العرباوية طبعا ريمونتادا يتبناها عندما نتذكر ما فعل العرباوية أمام العميد في كاس سمو العهد وهو في أفضل حالاته نادي الكويت. استطاع أن يقلب الطاولة وهو بناقص لاعب وهذا حط تحتها خطين وهذا يدل على أن العربي لديه ثقافة المنصات وثقافة الفوز وثقافة الانتصار اللي أكيد مهم أن توصل إلى الصغار وكيف ينافسون. سلامات أيضا مباراة فيها إصابات كثيرة الحقيقة فيها توقفات كثيرة. شد عضلي واضح شد عضلي خاصة أعتقد أن المباراة إذا استمرت حتى شوطين إضافيين أعتقد اللي لياقته أقوى ولياقته البدنية وإمكانياته البدنية أكثر هو اللي راح يفوز بعيدا عن الإمكانيات التكتيكية للاعب. أعتقد لأنش قاعد أشوف إصابات قاعد تظهر تعب إجهاد على اللاعبين خاصة في شوط المباراة الثاني والتوقفات هذه تدل على أن دور مهم لمدرب اللياقة البدنية في الدوري الكويتي وفي الكرة الكويتية دور مهم. مدرب اللياقة البدنية هو اللي يصنع لاعب الحقيقة. المدرب الفني يعطيه التكتيك مو مسؤول عن أنه يخليه يتحمل 90 دقيقة ليتحمل عن طريق مدرب اللياقة البدنية الحديد. سلامات لبدر المطيري وليد 2003 تعرض إلى الإصابة إن شاء الله يقوم بسلامة بدر. قوة التحمل للاعب هي القدرة على الاستمرار بنفس الأداء طوال التسعين دقيقة. يعني تشوف اللاعب يلعب الدقيقة الأولى بنفس الطريقة اللي يستقبل فيها الكرة وينفذها إلى أقصى الملعب بتمريرة دقيقة حتى الدقيقة 90. هذا اللاعب هو اللاعب اللي يمتلك مقومات النجاح وإمكانية لأن يقدم الكثير للاعب. لكن تلقى اللاعب شوف أداءه في الخمس دقائق الأولى وشوف أداءه في الخمس دقائق الأخيرة. تركيز مشتت تعب يوقف في أرض الملعب كثير يتهرب من الكرة. هذه كلها نتيجة عدم الإمكانية لمجارات اللعب. كرة بتوصل إلى العربي. العربي ما زال خسران بهدفين مقابل هدف. الكرة بتوصل الآن إلى بدر جلال يفذها إلى شكناني. شكناني ناحية اليمين محاولة تقديم كرة عرضية يقدمها الآن ولكن عبد العزيز ناجي بيخلص إلى عبد الهادي العنزي.
تحويل اللعب، يا سلام على التمريرة، الله الله على التمريرة الحلوة، الله على اللقطة الجميلة بيوصلها على مسافة 30 ياردة بدقة بالمليمتر. عبد الهادي العنزي بيسلم الكرة أمامية، ولكن سيطرة هنا دفاعية حاضرة، والإبعاد من بدر جلال، الكرة إلى حسن فرج بيرجعها بهدوء إلى الخلف إلى فهد جمال اللي اشترك في الشوط الثاني رقم 2، ترجع له فهد جمال لكن بيقطعها بطريقة خاطئة تعود إلى نادي الكويت، إرسال من أحمد الحية، تمرير الخاطئ من الحية إلى سلطان، ولكن صفارة من حكم مباراة. شوف التوقف، اثنين لاعبين طايحين في أرض الملعب نادي الكويت، اثنين من لاعبين في أرض الملعب، وهذه أيضا علامة استفهام نؤكد من خلالها على دور اللياقة البدنية في الفئة العمرية، يعني في الدول الغربية والدوريات الأوروبية يحددون يومين أعتقد في الأسبوع، يوم خاص باللياقة البدنية ويوم حمل الأثقال الحديد لقدم اللاعب. يعني يمكن لما يخصصون البعض لما يخصصون مثلا حصة للحديد أو حصة لتقوية القدم يمكن ما يحضر، لا الحضور مهم، واللاعب يتعب على نفسه إذا يبي يصعد ويبي يصير له صيت ويبي يكون له موقع مهم، ان اللياقة البدنية رقم واحد، ثم يدعمها ايضا التعليمات والمهارات الكروية اللي تعرفينها. تبديل نادي العربي، محمد هاني راح يشترك بديل لبدر المطيري، اعتقد يعني معظم التبديلات الان تكون ربما للاجهاد او يريح او اصابة، ولو ان شكله مو راضي انه يطلع، شكله مو راضي بدر المطيري. عموما يدخل مكانه اللاعب محمد هاني، تبديل في الدقيقة 30 أو 31 تقريبا من زمن شوط المباراة الثاني، كرة بتلعب نادي العربي، اللعب يهدينا معاه، اللعب يكون حماسي بيحمسنا أكثر، كرة منقولة نادي الكويت، محاولة للأمام وبينقلها العربي بيحطها، إنما برابو برابو برابو، محاولة تسديد ولكن الكرة إلى برا الملعب، إلى برا الملعب، تسديدة قوية وداخل منطقة 18 لكنها وين؟ إلى خارج الملعب. يوسف يبدو هو اللي سدد، ركلة مرمى، ايش في لعب بهدوء اعصاب، لاعب نادي الكويت يحاول يستهلك وقت المباراة، وهنا ياتي دور حكم مباراة عبد الله الكندري بتنبيه عبد الرحمن كميل بلعب باسرع وقت. كرة عالية توصل الى يوسف بيحاول في الكرة وتعود الى نادي العربي، سيطرة لكن الصفارة موجودة، فاول العربي، اللعب يتوقف، رتم اللعب يهدأ في شوط المباراة الثاني، كرة في الوسط، علي عزيز بينقلها ناحية اليمين، دفاع قوي من نادي الكويت، من بدر جلال إلى سلطان أمان، سلطان ينتظر الشمري يلعبها له الى الجهه اليسرى ويحصل عليها تركي الشمري الى اللاعب نادي العربي اللي هو بدر جلال، واقرب الى حارس المرمى بينفذها حارس المرمى عبد الرحمن كميل الى تركي الشمري. شوط المباراة الثاني دقيقة 33 أحبتي المتابعين مشاهدينا في كل مكان عبر الرياضية الكويتية، تشاهدون مباراة نهائي كأس الاتحاد للموسم الرياضي 2021-2022، النادي العميد نادي الكويت في طريقة لتحقيق الثلاثية إذا ما استمر في هذا التقدم حتى النهاية، وإلا يكون للعربوية كلام ثاني. فاول لمصلحة نادي الكويت، فاول مصلحة نادي الكويت، وأيضا الإجهاد يستمر والتوقفات نتيجة يعني الشد العضلي. سلامات للاعب
عبد الهادي العنزي، شوف اثنين مسكرين عليه تماما، ويسقط عبد الهادي العنزي. طبعا فريقه متقدم، هني دخول ما كان له مبرر بهذه القوة وهذه الكيفية، لاعب نادي العربي اللي هو علي عزيز. كرة توصل إلى الكويت ناحية اليمين، علي حسين بيلعبها عالية وبالرأس يحطها، الله، جول جول، حطها فهد جمال القادم من دكة الاحتياط بكرة كلها جمال. فهد جمال حطها على الهادي، على الهادي، على الهادي، على اليمين، الله، اللاعب اللي قلنا خطير بالكرات اللي تلعب على الاطراف، شوف حطها بهدوء ما توقعها حتى حارس المرمى، كان يتابعها بعيونه توقع انها رايحه برا، لكن اشوف الله 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 الله. فهد جمال، فهد جمال اللاعب الذي يشارك دائما في الجوانب الهجومية ولاعب مدافع ولكن هداف صاحب عرضيات جميلة، لكن هذه المرة بيسجل ويعتقد أنه يضع هدف الثالث وهو الهدف الأمان والاطمئنان لنادي الكويت للحصول على البطولة في هذه المباراة. برابو، تبديل كان ناجح من المدرب عادل فاضل الحقيقة اللي يلعب دور البطولة، كذلك مدرب نادي الكويت صاحب الخبرة في التعامل مع المباريات الختامية للفئات العمرية. 22 لقب حصل عليه هذا المدرب في طريقه لتحقيق اللقب رقم 23 في الفئات العمرية. برافو نقول لابن الكويت عادل فاضل الذي يحقق أيضا نتيجة الآن وثلاثة أهداف مع فريق نادي الكويت. نقول هارد لك للعربي، والمباراة فيها 10 دقائق، يحتاج العربي مجهود، يحتاج تركيز، يحتاج تسجيل هدف إذا ما أراد الأقل على الأقل أن يمد المباراة لشوطين إضافيين. محاولة وسيطرة على الكرة وحكم المباراة قريب، يحتسب فاول، يحتسب فاول. إذن فهد جمال بكرة رأسية حطها على يمين عبد الرضا شهاب ليسجل رابع أهداف المباراة وثالث الأهداف للعربي في مباراة نهائي كأس الاتحاد الكويتي لفئة الشباب. إبراهيم كميل، إبراهيم الكرة معاه، بيحاول يراوغ، بيحاول الآن يقدم لنا فاصل مراوغة. الكرة ما زالت الآن كويتاوية، العنزي وثنائية مع إبراهيم كميل تتخلص، سيطرة من 4 من اللاعبين، الكثرة تغلب الشجاعة. الكرة مرة ثانية بتوصل وبطلعها إلى برا ملعب، رمية تماس، رمية جانبية لمصلحة فريق نادي العربي. تركي شمري بيلعبها إلى سلطان أمان، حسين أشكلاني، حسين أشكلاني ثالث مباراة يتواجه فيها الفريقين، المباراة الأولى في هذا الموسم 2-1 لنادي الكويت وتسديدة حارس المرمى، حارس من المرمى عبد الرحمن كميل أعتقد تعامل معها بثقة زايدة، كان ممكن يمسكها من البداية. كرة بتوصل إلى المطيري، حميد المطيري أو اللي هو العنزي، عبد الهادي العنزي، برافو على عبد الهادي، شوف شلون مسك أعصابه بهدوء أعصابه رغم أنه كان في حوار غير ودي يبدو لي. شوف الاحتكاك، في شد متواصل من اللاعب علي عزيز اللاعب الإيراني، وهذه الكرة اللي شوف هني يعني تعامل معها بثقة، أعتقد كانت زايدة. ما زال عبد الرحمن كميل فئات العمرية، عليه أنه يلعب بحذر، حارس منتخبنا الأولمبي ولعب مع مباريات بعض مباريات المنتخب، عفوا لعب مع فريق الأول بنادي الكويت. كرة بتتنفذ، نادي العربي خسران 3-1. علي عزيز بيحول الكرة إلى تركي الشمري، تركي يا سلام عليك يا تركي، فاول على فهد جمال صاحب الهدف
الثالث والأمان لنادي الكويت. هذه الإعادة لا لا ما له داعي، أعتقد يستحق بطاقة صفراء في هذه اللقطة، يستحق فهد جمال بطاقة صفراء. فاول لمصلحة فريق النادي العربي، نلعب على بعد 6 دقائق تقريبا من نهاية الخط الزمني لنهاية هذا اللقاء النهائي أيها الأحبة. فريق نادي العربي خسران 3-1، سجل هدف يصبح 3-2، والفاول راح يتنفذ من بدر جلال. تكمن خطورة هذه اللعبات بالمشاركات الرئيسية من القادمون الخلف، شوف سلطان أمان، شوف أكثر من لاعب يتقدم، يلعبها عالية وبالرأس يشيلها سلطان فرج مدافع نادي الكويت، بيخلصها إلى الطرف الأيمن، محاولة لنادي العربي لكن مقطوعة، وما إنما صفارة فيها فاول للعربي. أحبتي المتابعين، نذكر بمباراة يوم الأثنين اليوم الكبير في الكرة الكويتية في نهائي كأس الأمير بين كاظمة والسالمية في استاد جابر في أغلى الكؤوس. العربي طبعا حقق كأس السوبر وكأس سمو ولي العهد، الكويت حقق الدوري، نتحدث عن الكبار وفئة الكبار، بينما في فئة 20 سنة اللي احنا في صددها الدوري والبطولة التنشيطية لمصلحة الكويت، وهذا هو الكاس، كاس الاتحاد في طريقة إلى الكويت ليحصد كل البطولات لفئة 20 سنة. كرة ملعوبة الآن بالراس بيحضرها بشكل جيد لكن ما في متابعة، ارجاع الكرة للخلف توصل إلى يوسف شلاقي، عبها ناحية اليمين تظل عرضية بيلمها وبيحضر إلى شلاقي، بيحاول شوت حطها إنما برا، حاول تسديد من الوسط ولكن تطلع إلى برا الملعب، حكم مباراة بيطلب من حارس المرمى عبد الرحمن كميل الإسراع، أعتقد يستحق إنذار، نعم يعطي إنذار. تسديدة كانت من حسين أشكناني، وانذار لعبد الرحمن كميل، انذار حسين اشكناني ايضا الحقيقه قدم مستوى جيد في هذه المباراه. في بعض اللاعبين يعني نحن لا ننظر الى الخساره وننظر للهزيمه، بل ننظر الى المحصله اللي بيقدمها اللاعب في المباراه. في اسماء الحقيقه من النادي العربي قدمت مستوى جيد، واعني مثل حسين اشكناني، نتكلم عن سلمان العوضي، كذلك حتى حارس المرمى عبد الرضا شهاب، عندنا عبد الرحمن لافي، يعني كثير من اللاعبين الحقيقه قدموا محصله جيده، لكن الخوف من الاخطاء البسيطه اللي يقع فيها دفاع نادي العربي اللي يفقدهم النتيجه، وهذا اللي المفروض يركز عليها في القادم من الايام في مشاركاتهم القادمه. اذا في مباراه الختاميه ايها الاحبه، ونحن نقترب من الدقيقه 43، العربي يحاول تقليص الفارق، كرة ملعوبة عرضية ولكن حارس المرمى عبد الرحمن كميل طويل القامة وبيروح أيضا عالية، عبد الرحمن بيحصل على الكرة الماضية، راح تتنفذ الكرة. فريق نادي العربي خرج من نصف نهائي كأس البطولة التنشيطية تحت 20 سنة أمام الكويت بالخسارة 5-1. هنا محاولة، يا سلام أيضا، يا سلام على فهد، على إبراهيم كميل الحقيقة بيقدم جانب من نقول الإمتاع الكروي اللي من خلاله يمتع جماهير الحاضرة وتتابع هذا اللقاء بالمراوقة. في تبديل نادي الكويت، راح يشرك محسن فلاح، شوف هذا العنزي، طبعا فاول واضح، عبد الهادي العنزي عنده سجل حلو مع نادي الكويت هذا الموسم،
تبديل. خروج حسن فرج. إذن والشوط الثاني راح نشوف هل سيسجل هدف فهد الحربي. اشترك في الشوط الثاني تسديدة بيلعبها لكن تطلع ضربة ركنية أو ضربة مرمى. ضربة مرمى ضربة مرمى تتنفذ للعربي فيها تسرع، يعني السرعة مطلوبة لفريق العربي لكن التسرع هو الغير مطلوب في مثل هذه الأحداث. وهنا نشوف فرق عالمية خسرانة وبأوقات أخيرة ما يتسرعون، يلعبون بسرعة ولكن في فرق بين السرعة والتسرع. السرعة أنك تقوم بنفس الدور اللي تعمله بطريقة بطيئة لكنها بسرعة بنجاح، لكن التسرع هو يفقدك التركيز ويفقدك المهارة ويفقدك أيضا القدرة على الإيصال اللي أنت تتمناه بشكل جيد، ويعطي المجال للخصم أنه يحصل على الكرة، وهذا الفرق ما بين السرعة والتسرع. 6 دقائق أيها الأحبة تفصل العميد عن تحقيق أحلامه بالحصول على الثلاثية التاريخية في هذا الموسم 2021-2022 في كاس الاتحاد وفي فئة 20 سنة. كرة ثابتة راح يثبتها عبد الرحمن كميل وبتوصل إلى حارس المرمى عبد الرضا شهاب، بيقدمها إلى حسين أشكناني. خطأ في عملية الإبعاد من جانب نادي الكويت وتلعب نما إلى خارج الملعب. خطأ من صالح البناي، شات الهواء وترك الكرة وبالتالي راحت وما استقلها أيضا فريق نادي العربي. صالح البناي لاعب يلعب باك يسار، ثبتها عبد الرحمن كميل عنده بطاقة صفراء بداعي تضيع وقت المباراة. ونلعب أيها الأحبة بال6 دقائق للوقت البديل. نعم 6 دقائق وقت طويل لأن في توقفات كثيرة نتيجة الإجهاد اللي ظهر على كثير من اللاعبين. تركي الشمري وانتو تلعب إلى علي عزيز. علي عزيز الثانية من زمن الشوط الثاني. وأقرب إلى حارس المرمى كرة على الطرف الأيمن. أحبة المتابعين العربي يحاول تقليص الفارق لكن ربما الوقت داهمة. 4 دقائق مر من الوقت البديل، 2 دقيقة وباقي 4. العربي قدم مستوى وأداء جيد في هذا الموسم في كل البطولات، هو منافس بيحاول الوصول والتسديد عن بعد لسلمان العوضي. الكرة بتنطلق وتنقل إلى علي عزيز. تركي الشمري بيحاول في الكرة ويلعبها على الطرف الأيمن. ترجع إلى فريق نادي العربي، أعتقد محتاج أنه يلعب بطريقة أفضل العربي إذا أراد أن يعني يحقق على الأقل نقول التعادل. كرة بيلعبها لكن أقرب إلى حارس مرمى عبد الرحمن كميل. عبد الرحمن كميل
يهدي اللعب عبد الرحمن، طبعا من حقه فريقه متقدم على حكم المباراه ينتبه لانه يطلع تقريبا قريب من الخروج اثناء لعب الكره فيدا على مشارف منطقه المرمى او منطقه 18. محاوله عرباويه يلعبها الى الجهه اليسرى علي عزيز، علي عزيز بيقدمها بشكل جيد في العمق لكن قريبه الى حارس المرمى عبد الرحمن كميل اللي بيحصل عليها وتتنفذ اقرب الى حارس المرمى عبد الرضا شهاب. اكيد لاعب بصراحه جيد عبد الرضا شهاب لا يتحمل مسؤوليه الاهداف. يا سلام يا سلام عليك يا ابراهيم، يا سلام يا ابراهيم، كره بيخلصها بنفسه ولكن في رايه وفي خطا لمصلحه الكويت. مجهود فردي رائع الحقيقه من ابراهيم كميل وبطاقه صفراء. ابراهيم كميل لاعب مهاري وبالتالي استخلاص الكره منه احيانا يتطلب ايقافه بطريقه غير قانونيه. شوف الاعاده، لا دخل بشكل خاطئ تماما وبالتالي البطاقه الصفراء تنتظر تركي الشمري. يعني هو اللي دخل بشكل قوي هو اللي مصاب يعني الحقيقه لان دخوله خطا عنده بطاقه وطرد. طرد اذا لتركي الشمري ما عليه. يتلقى البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي يتلقى الإبعاد من الملعب الآن ويلعب ناقص لاعب صعب مهمة العربي بشكل كبير الآن المفروض أنه يطلع يغادر. هاردك لتركي الشمري لاعب أيضا لعب بعض المباريات في الفريق الأول يلعبها الآن إبراهيم كميل وترسل إلى الجهة اليمنى الى فهد جمال صاحب هدف الختام. كره منقوله بشكل جيد في هذا الاثناء من عبد الرحمن فيصل. عبد الرحمن فيصل بيمر ويتقدم امامه ايضا لاعب يلعبها ايضا خطيره الان اذا مرت ولكن سلطان فرج، سلطان فرج صمام امان نادي الكويت بيخلصها. وصفر سيداتي انساتي سادتي حكم المباراه، مبروك 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 للكويت حصولهم على كاس الاتحاد الكويتي لفئه 20 سنه. هارد لك لفريق نادي العربي، ما قصروا وقدموا اداء جيد الحقيقه ولكن هي المباراه النهائيه 3 نادي الكويت 1 لفريق نادي العربي. كان البادئ في التسجيل ولاشعل فتيل المنافسه بقوه العربي بهدف ولا اروع من سلمان العوضي بدقيقه 25 ولكن بعد ذلك ثنائيه ابراهيم كميل سجل هدفين وأيضا في الشوط الثاني الهدف الختامي كان لفهد جمال برأسية ولا أروع. أحبتي المتابعين سنتواصل معكم في عملية التتويج فهد الشمري. أحبتي المتابعين نجدد لكم التحية في هذه المباراة وفي لحظات ملامسة الكاس، لحظات ملامسة الكاس كاس الاتحاد والفال لملامسة الكاس صحبة الأزرق الكويتي لمستقبل الكرة الكويتية الذي نضع آمالنا وأحلامنا وطموحنا في فئة الشباب. هارد لك من القلب نقولها للاعبين وإداريين العربي قدموا خامات رائعة الحقيقة لديهم الإمكانية على العطاء في القادم من المواسم بحول الله تعالى وبالتالي المباراة ذهبت إلى نادي الكويت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمستوى كان نقول أن يعني أعلى من المتوسط بشكل عام في المباراة نتيجة ربما الإجهاد اللي غطى معظم أوقات المباراة للفريقين ولكن المحصلة النهائية ذهبت لنادي الكويت. ألف ألف مبروك وكل الفرق الحقيقة اللي لعبوا واجتهدوا من خلال هذه البطولة كاس الاتحاد والفال في القادم من المناسبات.
أحبتي المتابعين، لحظات التتويج اللي راح يشرف عليها أيضا السيد أحمد عقلة نائب مدير الاتحاد، وأيضا عبد العزيز حمادة المدير التطوير في الاتحاد الكويتي، وأيضا حامد الشيباني مدير المسابقات. لاعبي النادي العربي يحصلون على المركز الثاني، العربي ثالث بطولة الدوري في هذا الموسم، دوري تحت 20 سنة، وصل لنصف نهائي البطولة التنشيطية، لديه أرقام مميزة خصوصا إذا عرفنا أن الأخضر قام بتصعيد ثمن لاعبين من مواليد 2004 و2005 من فئة 17 إلى فئة الشباب. الأخضر تحت 20 لعب هذا الموسم 22 مباراة أو 23 مع هذه المباراة، فاز في 17 مباراة وخسر 5 مباريات مع هذه المباراة، وتعادل مرة واحدة بأرقام تفرض احترامها. سجل اللاعبين 53 مع هدف اليوم 54 هدف، بمعدل تقريبا هدفين ونص لكل مباراة، واهتزت شباكهم 21 مرة في هذا الموسم. برافو نقول للاعبين العربي على ما قدمتم محصلة نهائية، برافو لكل من قام على إعداد هذا الجيل الجميل من لاعبي النادي العربي، وفي مباراة النهائية لمباراة راح يتخرج منها مجموعة من الأسماء اللي ممكن نشوفه مع الفريق الأول، منهم سلمان العوضي اللي سجل واحد من الأهداف الجميلة اللي أمتعتنا في هذه المباراة. يأتي الآن دور البطل، فريق نادي الكويت اللي يلامس الكاس. نقول طبعا في هذه الأوقات ما نسينا أبرز النجوم اللي مر في العميد سعد الحوطي، عبد العزيز العنبري، أحمد طرابلسي، وليد الجاسم، صلاح الحساوي وعيال فرحان، والقائمة تطول. الخيل الأصايل في تالي الزمان تجود، وها هو اللاعب الكويتاوي يقدم مستوى وأداء ونتيجة، ويوجه رسالة إلى الفريق الأول لأن يفتح أبوابه للشباب ليستقبل أبطاله اللي حققوا ثلاثية كبيرة في موسم الحصاد. تحت 20 سنة في مباراة هذه الليلة مع التاريخ لهم موعد، حققوا ثلاثية الدوري وكأس الاتحاد والبطولة التنشيطية. وبلغة الأرقام اللي ما تعرف اللف ولا الدوران، ألقاب نادي الكويت جاءت بكل جدارة واستحقاق، فازوا بالدوري في كل المباريات، وصلوا في كأس الاتحاد المباراة النهائية بفوز طبعا في كل المباريات 5-1، 6-0 على الكاظمة، و5-0 على الجهرة، واليوم 3-1 في المباراة النهائية. في البطولة التنشيطية حقق اللقب بخمسة انتصارات وتعادل يتيم. الموسم كله ما ذاق الزعيم أو نقول العميد يعني الخسارة في البطولات اللي لعبها. ألف ألف مبروك إذن لشباب العميد، تحقيقهم الثلاثية، الروح الانتصارية يستمدونهم من البيت الكبير لنادي الكويت، فريق اللي حقق التتويجات في السنوات العشرة الماضية، في آخر 10 نسخ للدوري نادي الكويت حقق 7 بطولات، في أغلى الكؤوس العميد محقق 6 من 10، في بطولة كاس سمو ولي العهد 4 كؤوس بمجموع 21 لقب من أصل في آخر 40 بطولة تم حسبها، طبعا بانتظارهم أيضا بطولة 1000 1000 1000 مبروك. إذن يحمل فريق نادي الكويت كأس الاتحاد لفئة الشباب، ومع هذه الأفراح أيها الأحبة، وبحضور أحمد عقلة نائب مدير الاتحاد، عبد العزيز حمادة مدير التطويل، وحامد الشباني، وهذه الأفراح لفئة تحت 20 سنة، نقول ألف مبروك، وفالكم الأزرق، وفالكم مع الفريق الكبير لنادي الكويت. أترككم مع هذه اللقطات ومع هذه الفرحة لهؤلاء الشباب اللي حققوا البطولة. دعونا نذكر أسماءهم: عبد الرحمن كميل، عبد الله عباس، بدر العجمي، سلطان الفرج، عبد العزيز ناجي، محمد الراشد، فواز الصعب، ثامر عناد العنزي، عبد العزيز العتيبي، صالح البناي، فهد الفريح، فهد الحربي، أحمد المطيري، حسن فرج، إبراهيم كميل، عبد الهادي العجمي، حسن علي حسين، فواز الخالدي، عبد الله فاضل الفضلي، ثامر أصليلي، عبد الهادي العنزي، أحمد علاء بشار، عبد الله جابر، علي وليد علي،
أحمد اليحية ومحسن فلاح وأيضا قائدهم المدير الفني للقطاع عادل فاضل، وما جاء هذا إلا بمجهود كبير من مدير قطاع الناشئين محمد خالد الغانم، مساعد المدير مشعل حميد، مدير الفريق عبد الله الدعي، المدير الفني عادل فاضل وهو المدرب ومساعد المدرب ضياء هلال، ومساعد المدرب الحراس أو مدرب الحراس محمد مرضي، والمنسق الإعلامي ناصر بن ناصر، والمنسق الإداري فهد الشمري. أحبتي المتابعين، أترككم بحفظ الله ورعايته على أمل نلتقي بكم في مواجهات كروية قادمة، وإلى اللقاء.